السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. لسه مكملين معاكم في سلسلة الصلاة وواقفين عند نقطة مهمة، وهي حكمة ربنا سبحانه وتعالى من تعلمنا تذكر الذنوب في كل مراحل الصلاة. برحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف، أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب استتر واستحى علينا جميعا. خلينا بس في البداية الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. احنا بنحاول بقدر الإمكان اللي احنا ازاي كيف يكون قضية الخشوع في الصلاة، ونبدأ كان عندنا حاجة اسمها درجة الوعي، وبعد كده عندنا حاجة اسمها درجة الطمع، نطمع فيما عند الله تبارك وتعالى، وتكلمنا على قضية الوجل والخوف. لكن واحنا بنتكلم على الوجه، الكثير من الناس بيدخل الصلاة او يقول لك ايه، بنسمع الكلمة دي دايما، يا اخي رب غفور رحيم، رب ربنا غفور رحيم، ودي درجة الطمع. لكن عندي درجة اللي هو الخوف، انا ذنوبي فين وانا داخل الصلاة، فاكيد انا عيني نظرت الى الحرام يعني، او اذني سمعت حراما، او لساني تكلم بالحرام. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، او كثير من الناس ربما يصلي ويصوم ويعني يقوم الليل وبتاع، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي يوم هؤلاء يعني بأمثال جبال تهامة من الحسنات، لكن ربنا يجعلها باء منثورة. فبيقولوا له صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله. النبي بيتكلم عن صفتين، ان هم بيصلوا بيقوم الليل وبيصوم و الى اخره. طب المشكلة بتاعتهم ايه؟ ان هو في عندهم معصية كده، انهم قوم اذا يعني خلوا بمحارم الله انتهكوها، فدي بتضيع كل اللي عملوه من خير، وبالتالي فانا داخل الصلاه فانا خايف. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم. طيب ده سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها، يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، او 70 خريفا كما في بعض الروايات. متخيلين ينزل كده 70 خريف، والخريف يعني السنه كتير كده، نازل في جهنم والعياذ بالله بسبب كلمه. أو واحد مثلا تلاقيه مثلا قاتل إنسانا مثلا بغير وجه حق، فأول أو واحد مثلا يقرأ القرآن مثلا ليس مخلصا لله تبارك وتعالى، وإنما من باب رياء. أو رجل مثلا تصدق صدقة من أجل الرياء، وده أول ناس يقضى عليهم يوم القيامة، أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كان في صحيح مسلم. ولذلك أول ما بدخل بقى إيه اللي بيحصل؟ عندي حاجة اسمها دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. طيب ده ايه؟ ذنوب، بستغفر ربي. حتى في الرفع من الركوع لما اقول سمع الله لمن حمده، النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول دعاء مشابه صلى الله عليه واله وسلم كما دعاء الاستفتاح ده. طيب دعاء الاستفتاح يا اخوانا انا بقوله في اول الصلاه، اما بعد تكبيره الاحرام او قبل تكبيره الاحرام على مذهب المالكي. يعني أنا قبل ما أدخل في الصلاة فبقول اللهم باعد بيني، وده مذهب المالكية، وبعدين بكبر وبعدين أقرأ الفاتحة. أو على رأي الجمهور أكبر فأقول الدعاء اللي هو دعاء الاستفتاح. طب ولا لما برفع من الركوع كل الناس فاكرة إنه سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو كما في رواية ربنا ولك الحمد، خلاص حمدا كثيرا طيبا إلى آخره، كل الناس فاهمة كده. لكن سيدنا النبي كان يقول كما في حديث عبد الله بن أوفى، كما عند الإمام مسلم رحمه الله وعند الإمام أحمد وعند غيرهما، كان النبي يقول دعاء برضو مشابه لدعاء الاستفتاح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، بالماء البارد والثلج والبرد، اللهم نقيني من الذنوب والخطأ كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. ده نص الحديث كما عند مسلم. يبقى ده كذلك الأمر تذكر الذنوب. طيب وأنا ساجد، بعد ما أقول سبحان ربي العظيم، أو حتى في الركوع كذلك الأمر، ركوع والسجود، بقول سبح قدوس رب الملك والروح، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، رب اغفر لي، أنا بتذكر الذنوب. كل ده ليه؟ عشان يبدأ العبد يقوم في مقام الترقي إلى الله تبارك تعالى، لأن الذنوب مهلكة. طب ما بين السجدتين بقول ايه؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي. ده كمان في دعاء سيدنا ابي بكر الصديق اللي احنا بنقوله بعد التشهد او في السجود، على خلاف بين العلماء، اللي هو اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، اللهم انه لا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك. ده دعاء كان بيقوله سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى انا لما بص من قبل الصلاه الى ما بعد، حتى في الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين
ومن المتطهرين، صح كده؟ وبعدين بقول الشهادتين. طب كل ده ليه يا اخوانا؟ قالوا لانك اولا داخل عباده عظيمه جدا، لابد ان تستغفر، لازم اغسل بقى، اغسل نفسي. طب تغسل نفسك من كل ذنوب، فلابد للعبد دائما ان يتذكر الايه؟ ده احنا عندنا قضيه، الايه بتقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، ده هي قضيه بس الزحزحه. ده فاز. طب هو انا منتظر ده بس؟ لا، انا محتاج ان انا اترقى، ده انا بس بسال رب العالمين. سيدنا النبي يقول اذا سالتم الله فاسالوه الايه؟ الف، مش الجنه، مش البدروم، ما عندناش احنا الكلام ده. الله، اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى من الجنه. فانا محتاج ان انا، طب حتى اصل الى الفردوس لابد ان اكفر عن خطاياي، لابد ان استغفر من ذنبي، لابد ان اتوب الى الله سبحانه وتعالى توبه نصوح. وبالتالي اياك ان تكون في درجه الطمع، لا تخرج منها، لابد ان تجمع بين الوجل وبين الايه؟ وبين الطمع. طيب معانا تليفون. هدى، اهلا وسهلا. يا حبيبه قلبي، اهلا. إزاي؟ يا حبيبتي اهلا بيكي، اتفضلي. انا كنت كلمتك قبل كده يا استاذه دعاء، انا من المنصوره يا استاذه دعاء. اهلا بيكي يا حبيبتي. بصي، ايام نهار ما كلمتك اخويا كلمني ويقول لي انت فرحانه في التلفزيون ليه؟ طب فكرينا، هو انت قلتي حاجه على اخوكي؟ انا قلت لا، ما قلتش، انا بقول له ده قطع الرحم سيبني بقالي 3 سنين ما كلمتوش ولا هو يكلمني يا استاذه دعاء. ماشي، يعني انت ساعتها اتصلتي ورحت هناك البيت عندهم؟ اقسم بالله يا بنتي كشحوني من البيت. فاكره كشحوني من البيت يا استاذه دعاء، وانا الكبيره بتاعتهم يا استاذه دعاء. فانت لما اتصلتي وقلتي كده اخوكي زعل ان انت قلتي كده؟ زعل، بقول لي ازاي ان انت راح تفضحني على التلفزيون. لكن هو ما زعلش ان هو قطع للرحم او الكلام اللي الشيخ قاله له وجهه له ما سمعوش؟ والله يا بنت ما تكلمني نهائي، واخويا بقاله 5 سنين ما شفتوش، جه من السعوديه ودخلت عليه عشان اسلم عليه، قالوا لي انت جايه هنا ليه؟ طب انت لما اتصل بيكي وقال لك انت اتصلتي في التلفزيون وفضحتيني وكذا، رديتي عليه قلتي له ايه؟ قلت له انا مش بقول الحقيقه يا اخويا. وبعدين انت ما ذكرتيش اسماء، يعني انت ما ذكرتيش اسماء. والله يعني قلت له انا بقول حقيقه، يعني بشوف صوره الارقام. والله راسه بطحه. انت كشحتني من بيت ابويا. كشحتني من بيت ابويا. طب ما قالكيش مثلا بتاعكم. ما قالكيش يا حاجه طب خلاص المسامح كريم؟ والله ما قال لي يابا، ما قال لي. هو زعل بس من النصيحه وزعل اللي انت اتكلمتي. من النصيحه دي اصلا هو مش عارف ربنا اصلا. فهو سمعنا دلوقتي بقى، يعني هو سمعنا دلوقتي، فاحنا نوجه له الايه دلوقتي. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، ربنا فحسبه جهنم. نسال الله السلامه يا رب. بس يابا انا بس بقول لك بفكرك دي بس. لا انا فاكر، على فكره فاكر المكالمه كويس قوي. اي أيوة والله يا حبيبي، انا فاكر والله يا حاج، انا فاكر. لكن انا عايز اقول انا عندي 70 سنه، انت زي ابني وابني شكلك كده بالظبط. انا بقعد اتفرج عليك كل يوم الساعه 2 بالظبط كده، وقاعده قدام التلفزيون. شرف ليا والله يا حاج، شرف ليا والله. والله بحبك يا استاذ والله. ربنا يحفظك يا رب ويديك الصحه والله. ربنا وانا بس بقى يعني طلبك عشان كده، بس عشان على الاخ بس اللي انا الكبيره عنده، اللي عندي 70 سنه يا رب. ربنا يبارك في عمرك يا حبيبه قلبي. الشيخ احمد هيوجه له برضه كلمه، ويوجه للي زيه كلمه، اللي بيقطع الرحم ومش خايفين كده من ربنا. يعني هي الدنيا دي اصلا ولا حاجه، الدنيا ولا حاجه. انا مش عارفه الناس يعني ليه بتعمل كده. ده يعني ده لو الاخت مثلا حتى غلطانه ما تقطعش الرحم. طيب انا بس عاوز اقول يا اخوانا، يعني الإنسان عندما توجه له النصيحة المفروض لابد أن يتقبل النصيحة. بل إحنا عندنا أصلا أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا ما أراد داخل أن يدخل في الإسلام، كان الأصل أنه بيعمل له إيه؟ يقول له تعالى أبايعك فيه بقى صلاة وصيام وزكاة، صح؟ مش ده اللي بيحصل. لكن من ضمن البيعة اللي كان بياخدها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قضية النصيحة، كما في حديث سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، لو بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح، أهو لكل مسلم. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث تميم، يقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. والرجل لما تكلم وقال كن خير آخذ، بينصح، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام أو بيقول له اعدل يا رسول الله. سيدنا عمر زعل، ومع ذلك قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة، مع أنها كانت كلمة صعبة جدا.
ده الوليد لما راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شتم رسول الله، يا اخوانا شتم النبي، بيقول له يا محمد ما رأينا سخلة أشأم على قومه منك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استمع له صلى الله عليه وآله وسلم وقال أفرغت أبا الوليد؟ قال له آه، قول بقى عشان نسمع. وانتهت والقضية بتبقى ماشية بالحوار ده. لكن أنا هقول لك يا أخي، الذي لا يقبل النصيحة ولا يقبل قول الله، تعرف الإشكالية فين؟ لما رب العالمين يقول لنا في سورة الأنفال واعلموا أنه يستجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. تب واستجب للنصيحة، خاصة إذا ما كانت النصيحة مهية بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا حيجي يوم الله يحول بينك، تبقى محتاج اللي أنت تصل خلاص انتهت المسألة. طب ولما تنتهي المسألة يوم القيامة إيه؟ رب العالمين يجيب الرحم وهي معلقة بالعرش، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ مين يا أخوانا يتمنى أن يقطعه رب العالمين في الآخرة؟ مين ده كل واحد بيبقى يقول له يا رب. يعني كل الناس هي يعني سبحان الله، كما في صحيح مسلم إن الخلائق كلها تروح لآدم يقول إن الله غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله ولم يغضب بعد، اذهبوا إلى فلان فلان فلان، لغاية لما يروح للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخلائق كلها يا أخوانا ده يوم عظيم، يوم صعب جدا. فالعبد بقى لما يجي رب العالمين هو الذي يصله الرب سبحانه تبارك تعالى. ليه؟ لأنه واصل الرحم. الحاجة الثانية، الآية في سورة البقرة لما جاء رجل إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين أنا مظلوم، قال طب يلا اضربوا عنقه، فقال له اتق الله يا أمير المؤمنين، فبكى سليمان وقال أعيدوا، ماذا قلت؟ قال عفونا عنك. فبيقولوا له ليه انت عملت كده؟ قال أخاف أن أكون ممن قال الله فيهم. وإذا قيل له اتق الله نصيحه أخذته العزة بالإيه؟ بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ربنا يهديه ويهدي كل واحد بيقطع الرحم، اللي هم مش متخيلين الذنب اللي هم بياخدوه قد إيه. طيب معانا دعاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم أستاذة دعاء. عليكم السلام يا حبيبتي، تفضلي. ربنا يخليك يا رب. كنت عايزة أسأل الشيخ بعد إذن حضرتك. تفضلي يا فندم. حضرتك يا شيخ، كنت عايزة أتكلم في سؤال ويعتبر برضو قضية رأي عام وكتير من الناس استعندها، وللأسف أنا عامل الوقت مش مساعدني، فأنا للأسف أضطر إن أنا أتكلم في المشكلة دي. اتفضلي. في بنت من العيلة رضع على ابن خالتها وهو تقدم لها تاني. أمها في البداية كانت بتقول ما ينفعش، ده رضعين كتير كتير، كل ما حد يسألها طول والله ما ينفعش، ده رضعين على بعض كتير. بعد كده البنت تعبت وامتنعت عن الأكل وجالها نوع من الأنيميا، يعني كان من الضغط على الأم والأب يعني. بس انا هنا بعد كده الام غيرت الكلام وقالت لا، ده انا سالت، رحت الازهر وسالت، قالوا 5 رضعات، وجابت حديث للسيده عائشه بكده. طب انا دلوقتي بتكلم مش في الرضاعه، انا بتكلم دلوقتي هم يعملوا الفرح والفرح خلاص يعني 10 ايام. طب احنا موقفنا ايه دلوقتي؟ لو رحنا علينا ذنب ولا ما رحناش يبقى فيها قطعه صلاه رحم؟ هو انتوا هتروحوا او ما تروحوش؟ يعني يعني هي الام عدت الرضعات؟ هي كانت بالاول كل ما حد يسالها تقول ده كتير والله ما ينفع يا اولاد، ده كتير، رضع على بعض كتير. وبعد كده غيرت رايها وقالت كام؟ وقالت لا، ده انا سالت الازهر قالوا 5 رضعات. طب ازاي ده انت كنت الاول بتقولي كتير كتير، كل ما حد يكلمها تقول كتير والله ما ينفعش. يمكن كانت بتقول كده عشان مش عايزه تجوز بنتها للعريس ده. لا ده هو ابن اختها اصلا. ماشي، يمكن هي ما كانش عايزه الجوازه دي، وبعدين لما لقيت بنتها انهارت بقى قالت الحقيقه يعني والله اعلم. يا استاذه دعاء، في شهود ان هي رضعت يا فندم على كلامها؟ احنا دلوقتي حطيتنا، مش علاقه بكلامها دلوقتي، انا ليه، انا عندي لابد من شاهدي. هل في شهود؟ عمه، خاله، جده، جاره، حد كان عايش في الوقت ده وهما بيرضعوا؟ لا يا فندم، هي اختها كان جوزها متوفي وهي كانت بتروح لاختها بحكم ان جوزها يعني متوفي توقف معاه كده، ابنها كان صغير فكانت بتقوم يعني برضعته كده. ايوه اكيد في واحده شافتها وهي بترضع وبتاع، مش موجود الكلام ده. انا بتكلم دلوقتي في موقفنا يعني في الفرح، يعني انا هقول لك الحكم. انا ما اعرفش يعني ما نروح بقى ما اعرفش التفاصيل، لكن هقول لك الحكم. احنا دايما لما نيجي نسال يا اخواننا في مساله الرضاعه دي، والله 5 رضعات مشبعات كما في حديث عائشه وقيل انها كانت ايه ثم نسخت تلاوه ليس حكما عند الساده الشافعيه. فلكن 5 رضعات مشبعات، الجمهور
بيقولوا غير كده اللي هو اقل، تحرم المصة والمصتين كما في الحديث كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لما حد بقى يجي يكلمنا بقى يستفتينا، فاحنا علماءنا علمونا ده، علمونا يا ابني لما تيجي تفتي تقول بقى الكلام اللي احنا هنقوله لك ده، قول لنا يا مولانا يعلمونا ده يا استاذه دعاء يقولوا ايه قبل الجواز. قبل ايه؟ احنا لسه على البر اهو، محدش اتجوز، والله اصل يعني رضعتين وثلاثه يا مولانا. فنقول له ايه؟ ما ينفعش، اقفل إيه الباب قدامهم على راي الجمهور، ما ينفعش. لا يا مولانا ده 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 اتجوز وخلف اهو وما شاء الله وكانوا راضيين على بعض اربع مرات، اروح مرجعهم لمذهب الايه؟ الشافعي اللي هو خمسه. خمسه احنا علمونا كده. يعني الاحسن ان هما ما كانوش ما يتجوزوش. الله اعلم بقى، ما انا ما اعرفش هما ايه اللي حصل ما بينهم. يعني الست بتقول كتير كتير، ما اصل كلامها ما هو كتير ده معناه ايه؟ 10 مرات، الواد قعد شهرين صح يرضع ولا حاجه ولا هي ايه؟ طب وبعدين احنا قلنا برضو في موضوع الرضاعه ده تاني هتكلم يا اخوانا. ما ينفعش على التلفزيون، هو مش ما ينفعش. انا هعمل حلقه او حلقتين عن الموضوع ده عشان بس الناس تفهم المساله ونشوف كلام اهل العلم في المساله خلاص. لكن انا بقول لكم انا لما حد يجي كده، مشايخنا علمونا ده، لما حد يجي وتحققت من المساله ويشترط الشهود، احنا يا جماعه بنطلب شهود في المساله دي، فلما يجي يقول والله ده رضعتين وتلاتة، اقول له ايه؟ اقفل الباب، ده اخت في الرضاعه. لا ده هم ما يعرفوش واتجوزوا وتعاملوا وبتاع وجه بعد كده قال لك ايه ده هو كان رضعين على بعض، كم رضع وتحققنا رضعتين ثلاثه، نقول لهم يردوا الى مذهب الايه؟ الى مذهب الشافعي. الموضوع كبير وما ينفعش كده كسؤال. والام المفروض يعني هي بقى يعني هي وضميرها يعني وهي ودينها وهي علاقتها بربنا بتقول هم كلهم هم ربنا مطلع عليهم اصلا. الازهر الشيخ قال لها ايه؟ الله اعلم. كان المفروض يعني موضوع كبير ومش يعني ما فيهوش هزار. نعم صحيح، ما فيهوش. اصل البنت عيطت، ما تعيط لو كان بجد ما تتفلق. انا يعني احنا مالنا والله العظيم يا رب احنا مالنا يعني هي القضيه حلال وحرام. ما الناس بقى لازم تفهم هذه المسائل يا استاذه دعاء، وذلك احنا دايما ندخل في قضايا شائكه دي بنحاول ان احنا نفهم الناس دين رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا يهدي. ولذلك احنا محتاجين العلم. شوفي اول ايات نزلت اللي هي وسائل المعرفه، 5 ايات: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم القلم، علم الانسان ما لم يعلم، وهيفضل الانسان الى الممات يتعلم. ولذلك الله عز وجل شوفي كما يقول العلماء، لو صور العلم صوره لكان اجمل من الشمس والقمر. سبحان الله. والله لم يطلب من نبيه صلى الله عليه واله وسلم الاستزاده من شيء الا من العلم، فقال وقل رب زدني علم. نالوش مال جمال جاه، زدني علم. نعلم بقى الكلام ده لاولادنا عشان ربنا يهديهم ويقعدوا يذاكروا ويتعلموا كده. ربنا يهدي، ده دورنا اللي بنعمله. منى اهلا يا منى. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ انا كويسه اتفضلي. معلش منى ولا حاجه، اتفضلي سؤالك. بصي يا عم الشيخ، هو انا اتجوزت وانا 18 سنه. طب ممكن تعلي الصوت يا منى يعني من فوق شويه ونعلي الصوت. بقول لحضرتك انا اتجوزت وانا كنت 18 سنه. تمام. وكان جوزي ده اول شخص في حياتي عامه. هو كان مفهمني وضعه ان هو كان يعني مش قريب من ربنا، وان هو كان على علاقات كتير بستات ويعني علاقات. كان عنده كام سنه؟ كان وقتها هو عنده 23 24 كده. هو كان عنده علاقات؟ لان مامته وباباه منفصلين، فما كانش في رقابه في البيت نهائي. تمام. وهو كان مفهمني الوضع ده، وانا للاسف يعني كنت 18 سنه ما كنتش واعيه للموضوع كافي ان ممكن الموضوع ده يكون عقبه في بيتي. بعد كده كملت معاه واتجوزنا، ورغم يعني ناس كتير وقفت في الجوازه، بس يعني الحمد لله ربنا يسر واتجوزنا واستمرت العلاقات. انا حاليا بعاني بقى، يعني هو العلاقات واصله للزنا. انت متاكده من ده؟ هو كان معلش يعني هو اعترف لك بده اصلا؟ ايوه هو اعترف وقال لي فعلا ماشي. هو دلوقتي الدنيا زي ما هي،
هو اعترف قبل الجواز على اساس ان هو غلط وعمل حاجات غلط قبل الجواز، ايوه، لكن وان هل هو هو قال لك خلاص انا هفضل كده؟ هيتغير وهيستقر بعد الجواز ايوه وكده، وهيبقى لي بيته وحياته ودنيته. بالظبط، يعني انا عشان بس حاسه كده في نبره صوتك انه ايه، كان انت مش قادره يعني ان انت تغلطي عشان انت كنت عارفه. لا، انت هو واحد عمل حاجات غلط وقال لك وقال انا لك تبت، انا تبت ووقفت بقى واقفه وهتجوزك. ماشي، هنعدي ده هنعدي ده، لكن دلوقتي بقى عشان بس صوتها تحس انها ايه، لا خايفه ما أنا بس انها تهاجمه عشان هي هو عرفت. لا، انت كنت عارفه بس للاسف ده مش طبيعي ان هو يكمل كده بعد الجواز. هل هو قال لك انا هفضل اكمل في علاقاتي بعد الجواز وانت وافقتي؟ لا طبعا، ولا ايه؟ لا، هو ما قاليش ان هو هيكمل، بل طبعا. بالعكس وكان كل كلامه ان هو لما هيتجوز هيستقر وخلاص، طيب واللي ماشي، حصل ده طبيعي مش يا منى، هيتكرر هنعدي وكده. هنعدي الجزء ده. بعد ما حصل، بعد ما خلاص اتجوزته فحصل اللي هو ايه، استمرار في العلاقات، صح؟ بالظبط، وبشوف انا سؤال بقى، بعيني، سؤال سؤال بشوف هو سؤال بشوف هو ده شك تمام. منك يعني ولا على يقين؟ بتشوف، لا، على بتقول يقين بتشوفي ايه؟ تام، على يقين بتشوفي ايه، تام، الموبايل ولا بتشوفي ايه؟ بشوف على التليفونات فيديوهات ليه وفيديوهات مع البنت اللي بتبقى معاه وكل علاقة حاجة. ليه معلش علاقة يعني ليه كاملة، صور فيديو؟ علاقة كاملة. بيصور فيديو لو هو مثلا، لو انا مثلا في، لو هو في البيت او كده، او مش عارف يروح لها او حاجه، فهي تبعت له فيديو ليها، هو يبعت فيديو ليه. طيب لا، انا بتكلم على علاقة كاملة، انت على يقين بده ايوه، وشفتي هو ده؟ لما، حتى بص، هو في حته الصراحه شويه اللي هو لما لا، هي مش بيتواجه صراحة، ده مش بيعترف. من الصراحة، ده رب العالمين النبي عليه الصلاة والسلام سماها المجاهرة بالمعصية، والناس دي ملعونة، لعن الله المجاهرين، ده سيدنا النبي قال كده عليه الصلاة انا والسلام. بقى يعني انا للاسف انا حاليا مش قادره اكمل خالص ايوه، ما خالص. الشرع بقى تيجي تساليني بقى انا شخصيا بقى، اما تساليني يا مولانا اعمل ايه، اصبر ولا ايه؟ اقول لك انا لا مش ما عارفه تصبريش، اعمل ايه وما في ينفعش اللي انت ناحيه تصبري. تانية. اسمعيني بقى، ما ينفعش اللي احنا نصبر على كده ادام انت المساله بالطريقه دي. فواحد يقول لي ليه يا مولانا، ما يمكن يتوب، يتوب بقى لنفسه بقى، يعني ده يتوب لنفسه وربنا يكرمه. طب وانا بقول لك بطلب منك ايه، اللي انت تنفصلي. طب ما هو ننفصل ليه؟ انا للاسف اهلي ضاغطين عليا علشان انا معايا لا اسمعي بقى، اثنين سيبك من وتوأم. اهلك بقى، سيبك بقى من موضوع اهلك ده، عشان الموضوع ده انا هقول لحضرتك اللي بيحصل، ونفس المكالمه دي شبيهه بيها جات لنا من حد برضه، بس ما قالتش المداخله كامله، وقالت لنا بعد التليفون، وانا قلت لها، قلت لها يجب الانفصال، يجب، قلت لها يجب عليك الانفصال. فالناس قالت ازاي يجب الانفصال؟ قلت خلنا اذا كان الشرع الشريف امر اولا لما جاي بحفظ الدين، والحاجه الثانيه حفظ النفس، تخيلي ان الزوجه دي هتتبهدل. هتتبهدل ازاي؟ العدوى، المرض، الانتقال للامراض، الايدز مثلا والعياذ بالله، مليون مره، صح كده ولا ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فمن باب اللي انا لا بخاف ما على ينفعش، ديني احافظ تدمر وهتتدمر نفسيا على ديني. الحاجه الثانيه المحافظه على الجسد، طبعا. والا لما تنتقل البنت اللي كانت بتقول لي، عشان والله العظيم قالت لي انا عملت تحاليل وقالوا لي انت بدايه ايدز، كارثه. امها برضو كانت يا بنتي عشان العيال والحكايه، وابوها وحماتها تقول لها عارفين، وهو قليل الادب ابن 60 في 70، طب نعمل ايه؟ طب اصبري. صبرت لما جالها المرض. فانا بقول لك اهو، لا ما ينفعش، اتفضلي اهلك بقى، ابوك يقف قدامك، امك تقف قدامك، اي حاجه يا بنتي اخلعي بجلدك. انا بقول لك بجلدك، بدينك، بولادك. بجسدك. انا ما اعرفش بقى مخلفه ولا مش مخلفه، حتى لو مخلفه يا رب اولادها يكون هيتربوا في عيال، اب زي ده، قرطة عيال. هذا رجل يعني، وهو بعدين بتقول صريح، وبعدين هيحطمها نفسيا. لا وصريح، ما دي بجاحه. لا ما احنا قلناش ما بجاحه بقى، وقاحه. لا اسمها إيه؟ مجاهره بالمعصيه، ملعون زي ما الشيخ وهو قال. ملعون بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده راجل قليل الادب. تمام، ربنا يهدي. واحنا عندنا فاصل لكن هنسيبكم مع تقرير. بشكرك يا شيخ احمد، واحنا عندنا تقرير هسيبكم معاه. وشركه جمجوم فارما وقعت بروتوكول تعاون مع الجمعيه المصريه لامراض جلوكوما لاطلاق مشروع شوف بكره بعينك، اللي هيشمل اطلاق قوافل مجانيه للكشف المبكر للمرضى في معظم المحافظات، وتدريب لشباب الاطباء على تشخيص وعلاج مرض الميه الزرقاء. تعالوا نشوف التقرير. Thank you.
النهاردة حضرنا لقاء علمي مثمر وبناء تحت إطار أنشطة الجمعية المصرية للجلوكوما، والحقيقة كان لقاء مفيد جدا 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 لينا كأساتذة كبار أو لزملائنا الأصغر لتبادل العلم والخبرات. وشهدنا في نهاية المؤتمر ده توقيع بروتوكول التعاون ما بين شركة جمجوم والجمعية المصرية للجلوكوما. طبعا هذا التعاون إن شاء الله هيكون له أثر فعال جدا بالنسبة للأطباء، تعليم شباب الأطباء، وفي نفس الوقت لمسح طبي شامل واكتشاف مبكر للمرضى. الحاجة دي بتبقى عايزة نشاط، عايزة تكلفة عالية جدا هتتكفل بها شركة جمجوم، واحنا بنكفل بالنواحي العلمية علشان المعلومات والداتا اللي هناخدها كلها تبقى على أسس علمية سليمة، نطلع يعني يبقى فيه بيانات علمية سليمة تمثلنا كمصر، إحصائيات سليمة تمثل مصر. النهاردة احنا بنقدم الدعم الكامل للجمعية المصرية لعلاج مرضى الجلوكوما عن طريق ان احنا بنوفر لهم الأدوية مجانا للمريض المصري، وفي نفس الوقت الأجهزة والمكان اللي بيعملوا فيه الانفستيجيشن والفحص للمريض المصري. وطبعا احنا هدفنا سنة 2024 12 شهر هنغطي ان شاء الله اكتر من 12 محافظة، هنبتدي بمحافظات الصعيد، وبنعمل طبعا كل الدعم كمان للتدريب للأطباء شباب الأطباء المصريين. البروتوكول بتاع التعاون بتاع شركة جمجوم ده مهم جدا، دي حاجة احنا كنا مفتقدينها، ده احنا نعرف نشخص الجلوكوما في مراحل مبكرة من المرض، وده مش موجود عندنا في مصر. ده يمكن ده الحاجة الأساسية اللي فرق مصر عن الدول برا مصر، ان هما بيحصل سكرينينج بصورة كبيرة فالعيان بتلت من بدري قوي. فاللي احنا ندرب الأطباء ان هما يعرفوا يشخصوا المرض بدري، ده هدينا إج أو أفضلية كبيرة جدا في ان احنا نقدر نعالج المرض، مع العلم ان احنا النظر ما بتأثرش في المية الزرقاء إيه لما يكون فيه تلف بنسبة 50%، فاحنا ما نلقطه من بدري ما يبقاش فيه فقدان في النظر خالص. احنا النهارده في جمجوم فارما سعداء بالتواجد مع الجمعيه المصريه لعلاج الجلوكوما في مبادره او في بروتوكول شوف بكره بعينيك. يمكن انا دايما بقول ان واحده من اهم الحاجات اللي بتحرص عليها جمجوم فارما هي الحقيقه المشاركه في البروتوكولات وفي المبادرات اللي بتخدم الوعي بالنسبه للمريض المصري، والحقيقه كمان بتساعد في زياده الصحه المجتمعيه. من خلال مبادرة شوف بكرة بعينيك بنحرص على ان احنا نزيد الوعي بتاع المريض المصري بيعني ايه مرض جلوكوما، اهمية التزامه بالعلاج بتاعه، اهمية التشخيص المبكر لمرض زي ده، عشان احنا نقدر ان احنا كل ما اكتشفناه بدري كل ما هيكون علاجه افضل ونتائجنا افضل.